بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. ونشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ثم أما بعد، حياكم الله جل وعلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم يوم القيامة من الجنة منزلا. والله جل وعلا أسأل أن يظل لنا ويظل لكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا بكم في لقاء جديد في برنامج أنين المسحورين. وزي ما قلت لكم بنوه على أن اسم البرنامج هو يعني واقع حياة بنعيشه جميعا، من كثرة الأنين ومن كثرة الشكوى ومن كثرة التوجه بالسؤال أين المخرج وأين المفر. يعني سبحان الملك، الكل يلجأ إلى أبواب يطرقها من أجل أن يحصل على يعني كلمة تسد رمق الخوف والهم والحزن. ولكني أقولها بأعلى صوتي، أن الملاذ والمخرج في اتباع ما جاء به كتاب الله تبارك وتعالى وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالشقي الشقي الشقي التعيس الذي يعني استوثق بأن السعادة في المال، ويقول ابن المسيب سعيد ابن المسيب: ليس السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وكان صلى الله عليه وسلم يشير إلى قلبي ويقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فهؤلاء المدعون الذين يدعون أنهم من أرباب الصلاح، يقول لك أنا أهم حاجة ده سليم، أهم حاجة ده أبيض، ولكن حينما يعني يطرق الأبواب تجد في المعاملة لا يتقي الله عز وجل ولا يعلم شيئا عن المعاملة اللي هي لب العبادة أو لب الدين. طيب، أقف هنا عند هذه المساءلة النفسية. كل واحد بيسأل نفسه: هل ما قدمته في حياتي السابقة ينبؤ أو يدل على إن أنا فعلا برضي الله ورسوله في أعمالي؟ طيب، أرضي الله عز وجل في اتباع الحلال والنهي عن الحرام؟ الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فاتقوا مواطن الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. خد براءة. أنا عايزك النهاردة تاخد براءة أمام ربنا سبحانه وتعالى. أنا أول حلقة 10 دقايق أو 5 دقايق باخدهم معاك توحيد خالص لله عز وجل، ليا وليك، أذكر نفسي قبل أن أذكرك. أنا ممكن يكون في سقطة أو في هفوة أو في بعد عن الله عز وجل، ولكن حينما أتكلم معكم فأذكر أولا نفسي وإياكم بأن احنا نعود لربنا سبحانه وتعالى. إقامة التوحيد الخالص لله، مش التوحيد بس إنك أنت تقول لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الإخلاص يا أخوانا، الإخلاص في المعاملات، الإخلاص في الحب، لأن المخلص لا يعلم للمعنى خيانة أو للخيانة معنى، ما عندوش معاني الخيانة، وهي بئس البطانة، بطانة السوء الخيانة والغدر والكذب. المرأة نفسها في علاقتها مع الرجل إذا كان زوج أو إذا كان يعني ممن تحتسب أن يكون زوجا في المستقبل إلا الكذب، إن كذب عليها مرة لا تصدقه. وكذلك الرجل إذا كان يستوثق في امرأة الصدق، هي دي اللي هتحفظ دينه وعرضه وماله، إن كذبت عليه مرة لا يصدقه، وتبدأ العلاقات يبقى في فجوة خطيرة جدا بسبب الخيانة والكذب والغدر. ودي كلها معاني النفاق. النفاق ضرب الأمة، النفاق ضرب كل معاني المبادئ والقيم اللي كنا بنتوارثها، ضربها في مقتل. فأصبح عنوان كل عمل الآن النفاق. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. فجر في الخصومة النهاردة، فجر ما بين الأقارب، ما بين الأصدقاء، ما بين المعاملات، فجر في الخصومة. فالنهاردة عشان النهاردة أخش على بوابة العلاج بالقرآن، إحنا إيه من القرآن؟ توصيفك إيه من القرآن؟ أنت إيه معاني القرآن؟ ما هي سمات القرآن في شخصيتك أو في قلبك أو في معاملاتك؟ أنا طارق السؤال ده لنفسك أنت. اسأل نفسك
من أنا بين يدي الله جل وعلا، وغدا سأكون، النهاردة أنا عبد مأمور بالتكليف من الله عز وجل بالعبودية، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج إن استطعت إليه سبيلا، وغدا مأمور من الله أن أجاوب لماذا قصرت، بكرة هتقف قدامه هيسألك وإنت مأمور تجاوب، من ربك، ما دينك، من نبيك، ماذا تعلمت في الدنيا، تعلمت إيه، الغنى والرقص، الفهلوة، تعلمت إيه، تلعب بالبيضة والحجر، تعلمت إيه، تعمل أسحار، تعلمت إيه، تفرق بين زوجين، ها، توقع الخصومة ما بين أهلين، تعلمت إيه في الدنيا. فإذا قلت ربي الله نجاك وثبتك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. الظالم، أيها الظالم، عد إلى ربك، فوالله غدا سيكون اللقاء أصعب مما تتصور، حينها تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقوم ربنا يرد عليك ويقول كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أنت هتحاط بمقادير الله اللي أنت دلوقتي مش مستوثق منها، هتحاط بسكرات موت، هتحاط بقبر، هتحاط بظلمة، بوحشة، بوحدة، هتحاط بفقر، مفيش لا مال هينزل معاك ولا سيارة ولا عزبة ولا عربية ولا كرسي، هتحاط بكل مقاييس الحياة اللي أنت عملتها، مظالم، أكل مال حرام، قتل واقتتال، ها، تلفيق، رشوة، ارتشاء، كل ده تحاط به بين يدي الله عز وجل، وانت مأمور بقى بين ايد ربنا العلي القدير في محكمة العدل، قاضيها وحاميها، والذي يعني يرفع عنك في هذا المقام هو الله عز وجل. هو بيسألك عبدي أفعلت كذا وكذا وكذا، سحرت فلانة، ها، قصرت في الصلاة، سبيت، شتمت، اغتبت، نميت، تقول نعم يا رب، هذه ذنوبك، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم يا رب، في صحيح ابن ماجه. طيب يقول ألك عذر، قل لي عذر، اتكلم، انت يا ست الكل كلميني، انا زنيتي ليه، خنت ليه، قتلت ليه، وقعت بين رجل وامرأة ليه، سحرت ليه، ما تتكلمي، ده ربنا اللي هيقول لك يوم القيامة، عندك عذر؟ تقول لي يا رب. طيب أظلمك كتبتي يا الحفظة، هم كتبوا شيء في الكتاب لم تفعلي، قول ان هم كذابين، سبحان الله، تقول لا يا رب. اذا الكل موقوف بين يدي الله حينها، والكل مسؤول، الكل سواء سواسية، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يبقى نرجع لمحطة القلب. كذلك في العلاج بالقرآن، انا بخاطب القلوب مش الاجساد. الانسان بيقول انا عندي ضيق في صدري، انا شايل هم يا عم الشيخ، انا مش راضي، ما عنديش رضا، والله العظيم ما عندي رضا، لا راضي بالزوجه ولا بالاولاد ولا بالعيشه ولا اللي عايشينها. يا عم الشيخ انا عندي اكتئاب بعيط 24 ساعه. يا عم الشيخ انا مش حابب اولادي ولا زوجي. يا عم الشيخ انا مش حابب بيتي ولا شقتي. يا عم الشيخ انا رافض عملي ومعرض ان انا اترفد. ما هي دي الحياه. وكثرت الشكوى وكثر الانين حتى صدع بين ايدينا الصوت ده. سامع الصوت؟ زي ما قلت لك في كل حلقة، والله العظيم أنين بيخرج من داخل كل واحد فينا، يجسده صوت، دي حقيقة، مش مجسمات صوتية. أنا اطلعت إلى الأصوات فوجدت هذا الصوت يخاطب كل قلب بعيد عن الله. أنت هتفضل بعيد عن ربنا إمتى؟ ما أنت جاي تتعالج عندي بالقرآن، ما بتصليش ليه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طب الضنك اللي أنت عنده ده، إحنا هنشيل السحر، هنشيل المس، هنشيل العين والحسد. طب الضنك اللي جاي من ربنا، الضنك اللي جاي من ربنا، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان. يعني ربنا توعد من يبعد عن الله ان ربنا يسلط عليه شيطان. انت فين بقى من ده كله؟ انت رايح فين؟ طب يا عم الشيخ علمني، انا عايز اتعلم المنهج، انا عايز امشي على الصراط المستقيم اللي ربنا قال فيه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. اتبع، والفاء هنا للتعقيب، وفي تفسير للقرطبي الفاء هنا للسرعة، يعني انت سمعت اتبع، ما تقولش اصل انا والله بقوم اصلي في حاجة بتمنعني عن الصلاة، اصل والله انا قمت وسمعت الاذان ومجرد ما قمت رجعت نمت تاني، حاجة رجعتني، ما فيش حاجة رجعتك غير النفس الأمارة بالسوء. النفس، انت لم تشك في الإسلام شوكة،
انت ما عملتش حاجة قدمتها لدين ربنا في الإسلام زي الصحابة وزي النبي صلى الله عليه وسلم، انت ما عملتش حاجة تضحي بيها بالنفس والنفس من أجل دين الله غير انك انت مأمور تصلي وما بتصليش. مأمورة يا أختي الكريمة انك انت تحفظي دينك وشرفك وعرضك، ما حفظتيش، وفي الآخر بنترك أبواب الصحراء. يا عم الشيخ عايزك تجيب لي جوزي راكع، عم الشيخ أنا بحب فلان وعايزك تجيبه لي يبص على إيه، عم الشيخ أنا عايزك تطلق فلان من فلانة وتجيبه لي الجواز. الله أكبر، هي دي العقيدة المبنية عند المسلمين دلوقتي، خراب البيوت والصدق والتصديق. أخش على برامج على النت ألقى والله العظيم برامج لتعليم سحر التفريق عليها 3 و4 مليون مشاهدة. انتوا عارفين هما بيتفرجوا ليه؟ لأن العنوان مكتوب كده، كيف تفرق وتجلب حبيب. فلقيت نسبة المشاهدة على كيف تفرق ديت واحد من مراته مثلا وتجلبه ليكي تتجوزيه، لقيت 3 مليون مشاهدة. 3 مليون عايزين يتجوزوا بطريق السحر. ما هو طالما دخل يشاهد يبقى اتفرج بقى وعايز يعمل. وسبحان المولى يطبق المعايير، الله وكأنها قرآن أنزل. ايه هاتي طبق ملح، المقادير والله زي ما بقول لكم كده، طبق ملح وهاتي شمعة سبحان الملك وقلم رصاص واكتب وتكتب. كفر بقى مش مشكلة، غضب من الله مش مشكلة، سب في ذات الله مش مشكلة، اكتب وخلاص. طلاسم بتتكتب وتفرق في القرآن وتعبس بآيات الله وتجيب حاجات نجسة. زي أخت اتصلت بيا قالت لي أنا جبت، اتصلت بساحرة قالت هات رصاص وخلي جوزك نايم وتشطش الرصاص في معلقة على راسه. تشطشت ايه؟ انت بتعملي تقلية؟ أختي الكريمة تشطشت ايه وهو نايم؟ وقالت لي قولي بقى ايه طلاسم مش عارف ايه وايه وايه، كلام كفر والله استحي ان اقوله على الهواء. هي بتطش الرصاص زي ما قلت لك. الاخ اللي في الحلقة اللي فاتت عمل الملح فرقع ملح، اي شيء يحدث صوت فرقعة او تشطشة زي ما بيقولوا، فهذا الامر يثير الجن ويجعله مخمورا يحب هذه الرائحة اللي طالعة من الرصاص او من الملح، فيبدأ ينفذ. فقال ايه اللي حصل بعديها؟ قالت لي والله البيت ولع. ادي واحد، انتوا بتحاربوا ربنا؟ هو انتوا بتحاربوا ربنا؟ هو انت لما تعمل كده وتقول طلاسم في بيتك جبت البركة لبيتك؟ يا اخي ده النبي بيقول لك احفظ الله يحفظك. احفظ الله برصاص بطلاسم؟ بواحد يقول لي انا جه واحد عندي وقال لي علق تمائم في كل ركن. اقسم لكم بالله تمائم في كل ركن، ايه التمائم دي؟ هتهاري جد، لقيت حاجات مكتوب كفر. علقتها ليه؟ قال لي عشان الرزق يجي لك من الشباك. هو الرزق بيجي من الشباك؟ هو الرزق ده حرام هينط عليك ويخش من الشباك؟ كلام غير عقلاني انما يدل على عتاهة العقول. والله العظيم مفيش عقول مؤمنة عندها يقين ان الرازق هو من؟ جدع انت وهي. الرازق هو الله، والشافي هو الله، واذا مرضت فهو يشفين، والهادي هو الله، الهادي هو الله، والعاطي هو الله، والمانع هو الله. فانت النهارده لما تثق في حد ان ده منجى من ضر يبقى انت كذاب، او ان ده منفعه في رزق يبقى انت كذاب، لان الرزق بيد الله، والعفو بيد الله، والعطاء بيد الله، والمنع بيد الله، والحياه بيد الله، والموت بيد الله. انت كلك بيد ربنا، بيحركك كيف يشاء. انت قاعد بتتحرك دلوقتي بقدر الله وبكلمة من الله ممكن يجيب لك أي شيء يقعدك عن الحركة. بتتكلم يجي جلطة البق اتعوج، من القادر؟ الله عز وجل. فأنا عايز أقول لك إحنا بنعمل أول الحلقة عقيدة اسمها عقيدة الحوار أنا وإنت. إنت راضي عن نفسك قبل ما تتعالج بالقرآن؟ والله العظيم إني أوقن أن علاج السحر والمس والعين هو بقدرة اليقين في قدرة الله، قدرة يقينك أنت وعظمة يقينك في الله. الراجل يروح للنبي يا رسول الله إن أخي يشكي بطنه، قال اسقيه عسل، فصابه وجع من العسل، فذهب يا رسول الله لقد أسقيت عسلا فشكى وجعا في بطنه، قال اسقيه الثانية، فاستطلق بطنه، بطنه ضربت، قال يا رسول الله لقد استطلق بطنه من العسل، قال اسقيه الثالثة، فقال يا رسول الله ما زاده العسل إلا استطلاقا، قال اسقيه الرابعة. النبي بيعلمنا إنك أنت تصر عشان تثبت لله إنك أنت على يقين بأن الشافي هو الله. كل ما تعمل الحاجة، أنت بتصلي كل يوم 5 فرائض ليه؟ عشان تثبت لله إنك أنت مؤمن مسلم.
كل يوم هي الفرائض هي هي، الصبح ركعتين، الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، العشاء 4 ركعات، النوافل. انت بتثبت لربنا كل يوم انك انت بتجدد العهد معاه. طب لو انت مسيت على سطر لا، ان الله لا يقبل العمل الكثير ان انقطع. لو انت صليت يوم 100 ركعة وقطعت، الله لا يقبل هذه 100، ولكن الله يقبل العمل الدائم وان قل، يقبل العمل الدائم وان قل. فانا عايزك تتصل بالله بصفات الدوام حتى تلقى الله عز وجل، فتقول له يا رب بدات وانتهيت، بدات بطاعتك وانتهيت على محبتك، والان انا بين يديك، فانظر ماذا تفعل بي يا رب، انت تعلم ان لي ليس لي ملاذ الاك يا رب، ما لجات الى كافر ولا ساحر قط، لجات الى كتاب وسنه والى من يتبعوك ومن ارشدوني اليك، ما سمعت قولا الا وعلمت منه انه حبا فيك، وما تركت قولا الا اني علمت انه يغضبك، وانا الان بين يديك يا رب، فافعل بي ما شئت. هو ده الكلام اللي عايزين نقوله. لكن اتصل بساحر وجاء من المغرب العربي من يرد المطلقة وقلب الحبيب وفتح الشركات، هيعمل لك شركة وانت قاعد في البيت. يا صلاة النبي على العقيدة، ده هيجيب لك اللي انت عايزه. انت والله كذب، والله العظيم كذب. الاخت بتقول طشطشت الرصاص بناء على التليفون، فبتقول والله البيت ولع، بتقسم بالله البيت ولع، الستائر والاوض، وفي الاخر ايه اللي حصل؟ زوجها طلقها، قال انت بتسحيني وانا نايم، وتدخل الاهل واصبحت يعني فضيحه بجلاجل، وهي بتقول والله انا قصدي خير يا عم الشيخ، انا كنت قصدي ان انا اصلح، قصدي ان هو يشوف بيته واولاده. طب ما يشوف بيته واولاده، ذكريه بالله، قولوا له صلي فوالله بصلاتك سننجو، قولوا له اتق الله فينا ولا تطعمنا من حرام، فانا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. مش تقول له خليك فهلاوي، ده جارك ده بيلعب بالبيضه والحجر، ده جارك كل يوم بيعمل وبيسوي وهي عارفه انه اما مرتشي او حرامي او ماشي في البطال، لكن هي ما عندهاش كده. يقوم الولد ينبت من سحت، ويقوم الولد ينبت من مال حرام، فيطلع يسب ويشتم ويضرب، وفي الاخر الراجل يقول يا ريتني ما خلفت، يا ريتني ما خلفت، لانك انت اطعمته من حرام، وكل جسم نبت من حرام فالنار اولى به. يبقى المراه التي صبرت على الحرام وكلته، والراجل اللي جاب الحرام وكله لنفسه ولاولاده، والاولاد اللي كانوا من حرام ونبتوا على الحرام، يبقى النار اولى به. وغير كده بقى تعال ادعي ربنا وقول له يا رب يا رب. ها يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، عمال رايح هنا وهنا وهنا ويجلب ويهلب ويسرق ويرشي ويعمل ويكذب ويتلاعب ويتحايل، فيقول النبي فيه صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، يطيل السفر أشعث أغبر مهربد، شغلته الدنيا والمال عن طاعة الله، وغزي من حرام، غذاؤه من حرام، وملبسه من حرام، ومطعمه من حرام، يدعو الله عز وجل يا رب لما دي بالحال فأنى يستجاب له. مين اللي قالك انه يستجيب لي؟ زي ما انت بتجري كده عايز تتعالج، لازم أن تقيم الحجة على نفسك انك انت مؤمن، وانك انت تطهر مالك من الحرام وجسدك من الحرام، لا تاكل الا حلالا، ولا تصبر الا على طاعه الله. الطاعه عايزه صبر. عايز تروح تتعالج بالقران اصبر، زي ما الراجل صبر وخد 4 مرات عسل، وفي المره الرابعه برأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما عطله 3 مرات عسل ما برأش، وبرأ في الرابعه قال صدق الله وكذبت بطن اخيه. كلام ربنا، كلام ربنا، يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، مش كلامي والله. يعني لما بقول لك خد عسل جاي منين؟ من تصديق الله في كلامي، شفاء. لما اقول لك الرقية الشرعيه وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه، شفاء. لما النبي يقول عليكم بايه؟ بالورص، نعت رسول الله ورصا، شفاء. عليكم بالزيتونه فانها شجره، شفاء. لكن هي القضيه النبي علمنا كيف نستخرج السحر. واحدة تقول أنا شربت ترياق لما قلت يا بس، أنا بقيت مصنع ترياق جوه. من الذي قال أن الترياق يعالج؟ أنا عايز حديث عن النبي، أنا عايز حد يقول إن النبي قال لي كده. الترياق فيه مادة بتاكل المعدة والأمعاء، فيقول أنا طلعت حاجات صفرة وخضرة، ما هو بياكل في معدتك سليم. ولا اللي بيقول لي أنا جبت مش عارف إيه وإيه وجبت رجلة، رجلة رجلة مين؟ واللي يقول لي أنا جبت ملوخية، حطيت ملوخية، أو أنت بتعمل إيه؟ بتعمل أكل ولا إيه؟ واللي يقول لي ده انا جبت مش عارف فصين توم وحطيتهم، وقال لي اكتب حاجات مربعه وحط الفصين التوم، سبحان الملك.
والناس عندها تقول يا عم الشيخ ما انا بتعلق في اشياء، ابدا، اتعلق في حبال القران والسنه كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصم، ما تتفرقوش الى الصحراء والى هؤلاء الجهال، اعتصم بالله يا اخي، اختي الكريمه، قربوا لربنا، هينزل البركات ويرفع اللعنات. ما انزل الله بلاء الا بذنب وما رفعه الا بتوبه. لو انت رحت الساحر اذنبتي، من صدق كاهنا او عرافا فقد كفر بما انزل على محمد. لكن لما تروح الساحر ما عندكش حتى سحر، انت رايح هتعمل شيء محبه او شيء تقرب او شيء رد حاجه ليكي، فيقوم ربنا ينزل بالذنب ده لعنته عليكي، زي الست اللي ولعت شقتها واتطلقت من جوزها، لعنه. ما انزل بلاء الا بذنب، يبقى الجزاء من جنس العمل. طب اعمل ايه يا عم الشيخ؟ ما انا مش عارفه حاجه. اتعلمي بقى معانا كل يوم سبت الساعه 8 بنقعد مع بعض نتعلم فقه، بنتعلم ازاي صدق اللجوء الى الله عز وجل. انا بناجيك يا رب، ماليش غيرك، ما انت اللي خلقني، هروح لمين؟ ما انت اللي عارف اللي جوايا وحالي يغني عن سؤالي، هجيب مين يحرفني؟ انت اللي خلقني وعارفني، انت اللي عارف القلب ده اذا كان ابيض ولا اسود، عارف ان القلب ده صادق ولا كاذب، انت اللي عارفني وعارف منشئي ومنبتي، انت اللي عارفني وعارف حياتي ومماتي، انت اللي قلت هرزقك وانا متكل عليك انت، ما اتكلتش على حد غيرك. انا يا رب طمعان فيك، طمعان في رضاك، انا يا رب تعبت من كتر الاهات، انا تعبت وبشكي اليك دلوقتي يا رب، هل من مجيب؟ يا رب ضاقت بي الصدور ولم يتسع لي إلا بابك أنت، وقفت على بابك يا رب فلا تطردني من رحابك. هو ده كلامك، وقفت على بابك فلا تطردني من رحابك يا رب، ليس لي سواك يا رب. مسحور، تعال لنا، تعال معانا، تعال في قافلة المحبين. مهموم، تعال، والله العظيم الفرحة كل الفرحة بذكر الله عز وجل. مكروب، خايف، هو ملاذ الخائفين وأنيس الموحدين، أنيس الموحدين الله عز وجل. مديون، من الذي يسدد دينك إلا هو. عاجز، تعال معانا وربنا هيقويك وهنقف مع بعض. ها، محتار، في حيرة، يد الله مع الجماعة، هنتشاور في أمر ديننا ودنيانا وأخرانا برضو. والله، لكن سيبنا رايح فين؟ ماشي في متاهة ليه؟ وماشي في متاهة الصحراء ليه؟ تعال إلى ذكر الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. أنت متنازع مع الناس، ده سحر ولا مس ولا عين؟ تعال نرجع لربنا، وكلام ربنا واضح: وإذا مرضت فهو يشفين، هو اللي يشفيك. فعشان كده بقول لك إن في كثرة السحر والصحراء لابد لنا من رجعة إلى الله. الأمور بقت مستعصية، بننزل ندفن الميت، بنلقى سحر في المقابر. من هذا الذي يتجرأ على الله في موطن تقشعر منه القلوب، تقشعر منه الأجساد؟ نلقى سحر جنب ميت، ميت لما انا انزل اقول ده انا غدا هكون بجواره، والقى واحد متجرئ بيعمل سحر سفلي. هذا السحر السفلي ربما يقتل من فعل به السحر، ربما يفرق السحر السفلي، سحر المقابر. طيب ايه الحل وايه الوضع؟ لازم نعود الى الله عز وجل. فيديو هوريهولك في قريه من القرى، كل ما يدفنوا ميت يلقوا اصحاب في المقابر. اذا كان الفيديو جاهز ان شاء الله نستعرضه مع بعض. حاجه لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله، هذه هي عقيدة الأمة، إن نبش القبور مكان فيه الورع، فيه الزهد. عايز تزهد من الدنيا روح المقابر، عايز ترجع لربنا روح زور المقابر، عايز تجدد إيمانك روح المقابر، عايز تعرف حقيقة الدنيا روح المقابر. لكن عايز تعمل سحر تروح المقابر؟ عايز تشوف الميتين اللي كانوا بيتصارعوا على الدنيا ميتين دلوقتي بين يدي لا نعلم حالهم، هم في سكون ساكن وجنبي سحر؟ هو ده رضا ربنا علينا؟ هو ده حياء الله؟ يا اخي اذا استحيت اذا لم تستحي فافعل ما شئت. يا اخي استحي من ربنا وانت نازل كده، ما انتش خايف ربنا يقبض روحك؟ نطلع كده نشوف سحر المقابر وهذا التجرؤ على الله عز وجل وما يفعله هؤلاء بالمسلمين. قريه سليمه، كل ما يبحثوا ينزلوا حد من عيله معينه يلقوا سحر مدفون، بالتفريق سحر مدفون، بالهم سحر والله بالموت. هتقول لي يا عم الشيخ هو السحر بيموت؟ اقول لك: وجعلنا لكل شيء سببا. طب ما النبي قال العين تدخل صاحبها القبر، والنبي قال ان اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله وقدره بالانفس، بالعين، العين بتموت.
العين بتموت وتدخل الجمل القدر. اه والله. فانا عايزك تخلي بالك ان لم تتحصن بالله كل الابواب هتبقى مفتوحه عليك، العين والمس والحسد والشياطين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان. ده عقاب من ربنا. فانا عايزك تتفرج معايا وتعيش معايا في هذه اللحظات، لحظات مميته، حينما نرى قبرا يوضع فيه سحر لا يدل الا على حقاره من فعل هذا السحر، ولا يدل الا على هذه الدنيه التي اصبحت في النفوس سلاح خفي لا يستطيع اي احد ان يثبته. لو جيت قابل واحد تقول له انت عملت ايه؟ يقول لك والله ما حصل، انا اعمل لك سحر. سبحان الملك. والنبي قال استفتي قلبك، هتلقى ربنا وضع على قلبك مظن ان فلان ده ما بيحبنيش، فلان ده بيتمنى لي الشر، فلان ده بيتمنى لي السوء، لا اكيد عامل لي حاجه. اذا وقع في قلبك ذلك ما تعبرش عن انه في شك منه، اوعى تقول لحد ان انا معمول لي سحر. استعين على قضاء هذا العلاج بالكتمان، عالج نفسك، عالج نفسك والجأ الى الله عز وجل. مش شرط اقول له فلان انا رحت عند الشيخ وقال لي انت معمول لك سحر ولا عمل، لا ما فيش الكلام ده يا اخوانا. الرقية الشرعية هي الحياة. مش شرط تكون انت مريض عشان تعمل رقية شرعية، مش شرط، مش شرط تكون انت مريض عشان تعمل رقية شرعية. انا ممكن اعمل الرقية الشرعية تحصين البيت. هو لازم البلاء يقع عشان اتعالج؟ ده الوقاية خير من العلاج. انا عايزك تعمل نبراس في البيت، نبراس حياتي. سورة البقرة شغالة في البيت. الشيطان يدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. البيت الخرب هو الذي لا يقرأ فيه القرآن. لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر لا يقرأ فيها القرآن. أشغل سورة آية الكرسي المتكررة، أشغل سورة الفاتحة المتكررة، أشغل المعوذات المتكررة، قل الله أحد والمعوذتين. أعمل نبراس في البيت، أجيب كوباية مية أقرأ عليها فاتحة الكتاب، آية الكرسي، خواتيم البقرة، قل الله أحد والمعوذتين، وارش في أركان البيت تبركا بهدي الله ورسوله. أجيب سواك واجي على الزوجة، بس اوعى تخبط خبطة تجيب أجالها، لا، ضرب غير مبرر. يعني إيه سبحان الملك؟ بسم الله بسم الله بسم الله، بإيدي على رأسها بالسواك، هذه الطرق سلاسا إذا كان بها مس خرج. اعملوا الحاجات دي، مش شرط الشيخ بس، مش شرط، إلا إذا استعصى الأمر وازداد خطورة تجيبنا بقى إيه، تجي لنا بالحالة. نعمل التخريج اللي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن أبي العاص، اخرج عدو الله اخسى عدو الله. ونعمل الوغز اللي اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وسنه الحجامه اللي اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يخرج اخلاط السحر بالحجام. عايزك تعمل خليه نحل. اه والله خليه نحل بالقران والسنه، لان عمار البيوت هو القران. والنبي قال ستكون فتن كقطع الليل المظلم. انت عايش في فتن، عايش في ظلام. قيل ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله تبارك وتعالى، هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. يلي بتروح لساحر، هو الهدى عند الساحر. يلي دايما بتتصل بالساحر، هو الساحر هيجيب لك هداية؟ ضلالة، ضلالة. رايحين فين احنا؟ رايحين فين؟ وسيبنا منهج ربنا ليه؟ هو ربنا زعلكم في ايه؟ ده كل يوم بيديك صحة، في زمن كورونا كل يوم تقوم من النوم صحيح تحمد ربنا انك انت ما دورتش على سرير في مستشفى، وعمال تقول هدفع اللي معايا كله بس وجدوا لي سرير. هو وفر لك السرير بتاعك انت بقى، فراشك بلا عياء. بتدور على انبوبه اكسجين، ده كل يوم بيديلك مقدار من الاكسجين انت مش عارف قدره ولا عظمته بدون اي انابيب. بتدور على انك تخش عليه مركزه ويتحط لك أنبوب طعام وشراب. سبحان الملك. والله العظيم القلب يعجز واللسان يعجز عن وصف نعم ربنا علينا. أنبوب من الأكل والشرب، لأن أنت بتاكل طبيعي وبتشرب طبيعي وبتقعد طبيعي وبتتنفس طبيعي. ألا يحق لك أن تقول لا إله إلا الله؟ والله العظيم خجل من الله عز وجل. بيوفر لك كام جنيه كل يوم صحة وستر ورضا. في الآخر أروح أتصل بساحر أقول له خد اسم فلان واسم أمه وهاتهولي، نطلع على الفيديو ونتفرج ما الذي يحدث في عالم المقابر وفي عالم
تشتتت فيه القلوب وبعدت فيه الأذهان واختلط فيه الكفر بالإيمان، اختلط فيه الكفر بالإيمان، يا ترى هل من مفر؟ يا ترى هل من مرجع إلى الله؟ يا ترى هنعود؟ يا ترى هنجدد الإيمان؟ يا ترى إحنا فعلا أمة تستحق أن تكون أمة مسلمة موحدة بالله؟ إحنا مسلمين، بس أين علامة الإسلام؟ الإسلام مش حرب، الإسلام مش إرهاب، الإسلام مش فكر متطرف، الإسلام اعتدال، وده اللي بينادي عليه من ساعة ما طلعت على الفضائيات، اعتدال، أبهرك بديني، أبهرك بمعاملتي، أكسفك بأدبي اللي علمهولنا النبي وقال أدبني ربي فأحسن تأديبي، أحرجك بكلامي المعتدل، أنا عايزك تقرب لربنا، أنا عايزك تتوب إلى الله، أجيبك عندي وأقول لك ده علاج النبي وأخلي عندك يقين إن هو ده الشفاء، لأن أنا محب للنبي، وأقسم بالله إن لم تجدوا دواء من القرآن والسنة فلا دواء لكم. دواء القلوب، النفوس، العقول، الأفكار، الوساوس، العيون، الأحساد، الأسحار، كل ده علاجكم عند ربنا، لأن هو اللي مصورك، المصنع بتاعك، الجسد ده هو مصنع ربنا خلقه، الميكنة اللي فيه اللي شغالة، العين لا تبصر إلا بقدر الله، اللسان لا يتكلم إلا بإذن من الله، الأذن لا تسمع إلا بمشيئة الله، اليد لا تمسك ولا تلمس ولا تحمل إلا بمعية الله، القدم لا تسير إلا بإرادة الله، القلب لا يستشعر إلا بحب من الله، الصدر لا يتسع إلا بانشراحة الله، الفكر لا يعمل إلا بتوفيق الله. طب ما هو المصنع شغال بإرادة ربنا، فإذا كان صاحب المصنع اللي هو مؤسسه وقايلنا على تعليمه ما استعنتش بيه في إدارة المصنع، ما استعنتش بيه في إدارة المصنع، إيه اللي هيحصل؟ المصنع هيتوقف، لأن اللي خلقه مع التوكيل بتاعه هو الله، فأنا استغنيت عن صاحب التوكيل، الأجهزة هتبوظ، لازم أنا أرجع له أقول له يا رب يا رب يا رب توقفت أعضائي وضلت جوارحي وليس لي سواك، أنت صاحبي وأنت ملاذي، هو صاحبك، ده قال كده في الحديث القدسي، أنا جليس من ذكرني، جليسك معاك، وقال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، يبقى عندك ومعك، والله العظيم ربنا قال كده في الحديث القدسي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إن ذكرني، وأنا جليس من ذكرني، يبقى معاك وعندك وجليسك، يبقى هو صاحب المصنع اللي أنت فيه، هو اللي بيدير الجوارح وهو اللي ممكن يوقفها، فإذا وقفها لازم ترجع له، تقول له يا رب حصل خلل، يوم يعيد الايه؟ يعيد تهيئة المصنع تاني بذكره. نطلع للفيديو وشوفوا حقارة ما وصلنا اليه من التعدي على حرمات المقابر والتعدي على حرمة القبور. تعال وشوف واسمع معي. حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد اذا رضيت. الحمد والشكر لله رب العالمين، اشكرك رحمة فضلك على نعمك علينا وعلى إبطال هذا السحر السفلي الذي سبب كثير من الأمراض والمعاناة لهذه الفتاة. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت. بسم الله ولا إله إلا الله والله أكبر. 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 عايزك تاخدها عظة أسحار اليوم، تفضل. احنا رايحين المكان ده شئنا ام ابينا، رايحين وهننزل وهيتقفل علينا التراب وهنسأل امام الله عز وجل. والله اسمع، راقب ربك في مكان كهذا، احنا بنروح نمضي الاموات عشان نقول اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، واحنا في المكان ده، فانت لما تشوف المكان ده هو ده سكنك في الاخره. رايحوا شئت أم أبيت، طال عمرك أم قصر، مرضت أو مت وانت صحيح، مش شرط، لكن هذا المكان يعد العدة وينادي من الزائر اليوم؟ مين اللي جاي؟ مين اللي جاي دلوقتي يا أخوانا؟ رجل أو امرأة؟ شاب أو فتاة؟ غلام أم طفل؟ كبير أم صغير؟ غني أم فقير؟ مسؤول أم حقير؟ اسمع،
هو ده المفروض اللي انا اتعظ بيه لما اسمع واشوف هذا المقام الذي سيسكن فيه كل منا بين يدي الله، لا نجد فيه الا اجابه واحده، يا رب ضل بي الطريق وضل عني الصديق ولم يعد لي الاك يا رب، ارحمني يا رب، استرني يا رب، اغفر لي يا رب، كن لي يا رب، لا تكن علي يا رب، لم ينفعني مالي يا رب ولا ولدي يا رب، انا الان بين يديك يا رب، انا الان اقف بين يديك يا رب. هتقول له ايه؟ هتقول له ايه انت النهارده وانت قاعد بين ايده لوحدك وكل شيء انصرف عنك، مالك وولدك واهلك وتجارتك وكرسيك عربيتك فيلتك قصرك مكانتك علمك كل شيء ذهب وبكى لك الله، جاءوا بك وتركوك وفي التراب وضعوك ولو بكوا معك ما نفعوك، وبقيت انا لك وانا الحي الذي لا يموت. مش ده نداء ربنا لينا في القبور؟ واذا بهؤلاء المنتهكة الذين انتهكوا هذه المقابر يضعون هذه الأسحار، ليه؟ ليه مبارزة ربنا بالمعاصي؟ ليه مبارزة ربنا بالمعاصي؟ ده بعض الأسحار اللي طلعت، ناس بيزرعوا زرع يشفع للموتى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما نكد جريدتين من النخل وقال إن صاحبي القبر يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. الناس اللي ما بتتوضاش ده كان ما بيستبرئش من بوله، أمال ما بالك اللي ما بيتوضاش وما بيصليش؟ أخت الكريمة اللي بتنام بالجنابة بتاعتها وتقوم وتقول لي وتتصل بيها تقول لي أنا على جنابة دي لي 6 شهور. اتقوا الله ربكم وراقبوه في أعمالكم، هذه هي المقابر، هذه هي المقابر، هذه هي مساكنكم التي أعدت لنا ولكم، ماذا تقولون لربكم حينما تسكنوها وحينما تقطنوها؟ هذه أسحار، قرية سليمة بيزرعوا صبار حوالين المقابر وهم بيزرعوا لقوا بلاوي، يحفر الحفرة الجدر الصبار يلقوا بلوى. من هؤلاء؟ أي عقيدة هذه التي تعبر عن إيمان هؤلاء؟ مين فين العقيدة؟ فين المراقبة لله يا أخوانا؟ زي واحد يقول لي أنا عايز أتوب إلى الله عز وجل، بقول له ليه؟ يقول لي أنا كنت بزني في النساء الموتى، لا إله إلا الله. هتوب بس أمرك بين يدي الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب، بس أنت كنت فين؟ واحدة ميتة تنزل، سبحان الملك. تجرد القلوب عن المشاعر، خلو القلوب من مراقبة الله يعمل كده. القتل اللي منتشر في البلاد عدم مراقبة لله وما يعرفوش يعني خطورة الدم عند الله عز وجل، قدر البني آدم عند الله عز وجل، مفيش الكلام ده. أكل أموال الناس بالباطل، مفيش مراقبة لله عز وجل، مال الحلال ومال مفيش. زمان كنا نسمع الراجل يقول والله أنا لا آكل مال حرام أبدا، على جثتي أموت جوعا ولا يدخل فمي مال حرام. دلوقتي يقول لك يا عم اللي تغلبه العبه، ليه؟ إنك ميت وإنهم ميتون، والله العظيم راجعين إلى الله عز وجل. فأنا بقول لهذا الرجل الذي فعل السحر أو وضع السحر أو المرأة، فاكرين الشيخ عبد الله شحاتة طبعا في برنامج زمان على قناة فضائية واتصل بي امرأة هفكركم بهذا الأمر عيانا بيانا، وقالت يا شيخ الشيخ عبد الله شحاتة وكان من الناس اللي أنا بحبهم جدا في الدعوة إلى الله، إني كنت في عمرة فلم أرى الكعبة تماما، وحيد الذي لا يغفل ولا ينام، بتطب الكعبة مش شايفة الكعبة. فقال لها حدثيني عن نفسك، قالت له أنا مغسلة للموتى وكنت أتعامل مع ساحر فيعطيني السحر فأضع في فم الميتة. إيه ذنب الميتة اللي ماتت ديت عشان تحمل سحرا في فمها فتلقى الله بها؟ عطروا أفواهكم بذكر الله مش بالأسحار، حطي ريحة طيبة عشان تروح تقابل ربنا. والله الذي لا إله إلا هو ماتت بعدها، الشيخ عبد الله شحاتة قال لهم اقفلوا، جرم عظيم. ماتت بعدها، يتصل ابنها يقول يا شيخ عبد الله أنا ابن المرأة التي اتصلت وكانت تغسل الموتى وتضع في أفواههم أسحار، جئنا بها ندفنها فما فتحنا قبرا إلا وجدناه مشتعلا بالنار. وحدوا الله، وحيد الذي لا يغفل ولا ينام.
يعني ربنا استقبلها عيانا بيانا بنار جهنم قدام الناس. احنا بندفن الناس العاصين، هو مصيره مع ربنا بعد ما نقفل يعذب بقى، يتقلب قبره روضه من رياض الجنه او ما بنشوفش الكلام ده. الا هذه المراه قال ولدها والله ما فتحنا قبرا الا وجدناه مشتعلا بالنيران، انا لله وانا اليه راجعون. ماذا فعلت هذه المراه؟ اهل انا هي بين يدي الله. كم سحر فعلته؟ كم سحر حطته في افواه؟ ايه ذنب حرمات الموتى وراحت عندهم دلوقتي يحجونها امام الله؟ ايه ذنبي؟ خلي بالكم الموضوع خطير، والرجعة إلى الله سهلة، بس أنت ابدأ دلوقتي وجدد إيمانك واعرف إن المقابر نرجع إلى الله عز وجل. هناخد اتصالات إن شاء المولى جل وعلا ونسمع هواتف المحبين لله ورسوله. معانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا أستاذة هبة؟ ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يكرمك ويحفظك. لو سمحت يا شيخ، انا كنت حلمت ان انا كاني قاعده في جنينه، بس هي اقرب للغابه كده، شكلها مخيف. نعم. وكان في ثعبان جاي من تحت كده، وانا خايفه بس مش قادره اقوم وابعد عنه. وبعدين كان انا هو كان تحتي، بعد شويه لقيت كان انا بشده من جسمي، بشده جامد مش قادره اطلعه. نعم. وبعدين ما شديت جامد طلعته ورميته كده. وبعدين قمت دخلت الشقه عندي، فلقيتها كلها فيها فران وقطط، وانا خايفه جدا منهم وماشيه مرعوبه، وكان ايدي كمان فيها قطط، كل مكان في قطط كده وفران، وانا عماله اقرا قران اقرا قران وانا خايفه. وبعدين كان دخلت نمت، فحاسه كان انا نايمه في حاجه كانت منفسي، وانا روحي بتطلع ومش قادره اتحرك ولا انام على جنبي ولا اقوم ولا قادره اعمل اي حاجه، وعايزه يعني انده على حد، صوتي مش طالع ومش قادره اتحرك خالص. انت عامله ايه مع الله يا هبه؟ هبه عامله ايه مع الله؟ بتصلي؟ يعني والله الحمد لله شيء. يعني هي كلمة يعني أنطقك الله الذي أنطق كل شيء، يعني يا هبة عايزة تراجع ربنا. ما أنا هكمل، لا هقول لحضرتك والله يا شيخ، بس ثواني هكمل، بس هقول لحضرتك القصة. كأنه جوزي جاي يد النور عشان رايح الشغل، فبيقول لي أنت عايزة حاجة، فهو اللي قومني، أنا ما كنتش قادرة أقوم ولا أتحرك. فأنا طلعت بره ولقيته مشي وساب البيبان مفتوح على السلك كده، والجو بره ضلمة ويخوف، فأنا قعدت أقفل في البيبان، فالباب كأن البنطلونات بتاعته متعلقة بره باب، بره باب الشقة، وأنا عايزة أقفل الباب مش عارفة أقفل من البنطلونات، وقعدت أنزلها من بره، وأنا بعمل بسرعة عشان أقفل، عشان أنا خايفة من الجو بره ضلمة يعني. نعم. طيب يا هبة، يعني الظلام هو المعصية والتقصير، والباب باب التوبة، وأنت قافلة يعني بتحاولي تقفلي باب التوبة ليه؟ افتحي أبواب التوبة إلى الله عز وجل، والبنطلون ستر ستر ستر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمرأة المتسرولة، دعا لها، دعا للمتسرولات اللي هي بتلبس الـ 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 الثياب الواسع مش الضيق والمقطع، لا دعا للمتسرولة بتلبس بنطلون تحت ثيابها كمان، يعني ستر على ستر. فأنت مأمورة بالتستر، واستر لسانك عن الغيبة والنميمة، وجدد إيمانك، لأن هناك شيطان يعبث بعقيدتك يا هبة. طب لو سمحت يا شيخ، لو معلش يعني. اتفضل. انا والله يا شيخ كنت ملتزم، انا مبطلع بس فتره بسيطه، كان يعني انا عادي جدا يا شيخ لما اكون مش بصلي فتره مش بصلي. انت سمعت الحلقه يا هبه من اولها ولا لا؟ ثواني، طب هقول لحضرتك حاجه والله يا شيخ، انا بسالك سؤال. سمعت الحلقه من اولها؟ انت بتقولي كنت ملتزمه، انا بقول لك الله يحب العمل الدائم وان قل، مفيش حاجه اسمها انا كنت. والله هقول لحضرتك حاجه يا شيخ يمكن تفيدني فيها، انا فاهمه والله، والله الحمد لله الواحد قرأ كتب دينيه كتير، انا منتقبه الحمد لله. ما فين التطبيق يا هبه؟ انت قرأتي الكتب دي حجه علينا يا هبه. ماشي يا عم الشيخ، بس اقول لحضرتك حاجه والله يا فضيله الشيخ، انا تملي انا بتوضى مره واثنين وثلاثه، دايما انقض الوضوء، وانا مش عارفه من ايه بتجي، كل واحد يكون ملتزم الموضوع بيتقل جدا، على طول في انتفاخات، على طول في غازات في بطني طول ما انا بصلي وطول ما انا ملتزمه. شيطان في بطنك يا هبه، شيطان في بطنك بيعمل انتفاخات. انا والله بفضل اقاوم يا فضيله الشيخ، انا مش عارفه حتى من ايه، انا لا كنت انت بس اصدق الله يصدق، حب ربنا يا هبه. انا عايز الناس تقبل على الله بحب، انا عايزك تقوم تصلي حب، ربنا مش عايزك تقوم تصلي وانت كاره، مش تقوم تصلي وانت عجوز، مش تقوم تجري عشان خاطر تعمل عمل، تقوم تجري واول ما تاذن ياذن، طب استنى شويه، طب ما انت قايم بتجري من ساعه، ده انت قمت عشان تصلح عربيتك قعدت عند الميكانيكي ساعتين، ده انت وانت بتعمل مصلحه في بيتك بتقعد بالثلاث اربع ساعات، لكن ساعه عندما تهم الى الصلاه ربنا ما بيحبش كده. اجعل اولى اولوياتك في الحياه هو حب الله ورسوله، لان يعني ربنا ما خلقكش الى هذا الامر،
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما تقوليش كنت، كنت مين انت؟ لو مت دلوقتي هتكوني، مش كنتي، هتكوني بين يدي الله ايه؟ مقصره. هتقولي يا رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. طيب السلام عليكم ام احمد. ايوه السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حضره الشيخ. ازيك يا ام احمد؟ ابني يا شيخ الحمد لله، الحمد لله يا شيخ، الله يخليك ويبارك لك يا رب، اديك الصحه والعافيه في كلامك الحلو اللي بتقوله. واحنا الحمد لله متزنين وكويسين الحمد لله، انا وولادي، بس معايا ابن منهم، ابن منهم يعني الحمد لله متزوج وكويس، بس مع مراته كان في خناقات ومشاكل ومش عارفه والكلام ده. هي مش بتصلي، بس هو بيصلي الحمد لله وملتزم، بس بقى تعبان تعبان. راح نجيب دار واحد شيخ هنا، واحنا احنا في المله وفي تبع المنيا. نعم. راح الشيخ قال ده انت في جن. اعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. المهم قعد يقول عليه ايات القران السحر وكده، والواد وتعب وقلب وجعه. والمهم راح ايه قال انت عايزك كذا جلسه، وراح قال له تستحمى بورق السدر، تضرب في الخاض وتستحمى بيه وتشرب معلقه. يا ام احمد، يا ام احمد تصحيح المعلومه بس، ماء السدر او ورق السدر. الله يخليك كل على العلاج، الله يخليك. ورق السدر للمربوط، الرجل اذا ربط عن زوجته اللي هي بتاع المعاشره ديت، يستخدم 7 ورقات سدر تدق بين حجرين وتوضع في الماء وتقرا عليها ايات الرقى الشرعيه، فاتحه الكتاب، ايه الكرسي، خواتيم البقره، كل والله احد معوذتين، الايات الذكريه، ده للمربوط. لكن ده دلوقتي عنده سحر، عنده سحر، سليم. فاحنا بنعمل يا شيخ الله يخليك يا رب يبارك فيك. احنا عمرك. حضرتك هو المفروض يستخدم حاجه اسمها ماء الورص، نعت رسول الله ورصا وزيت. ايوه جاب ماء الورد، قال على ماء الورد. يا ست مش ورد يا ست، الورد مش ماء، مش ماء ورد يا ست الكل. يا ام احمد اسمه ماء ورص بالسين، ماء ورص، واو راء سين، ماء الورص نعت النبي في حديث زيد بن ابي الارقم. طيب ماء ايه يا شيخ؟ ماء ايه؟ طيب يا ام احمد تابعيني على التليفون عشان تسمعيه كويس، التليفون بتاعي الخاص اسمه ماء الورص، وعندك رقم الواتس، اي استعلام على الواتس، انا اللي برد على الواتس شخصيا، بكتب شخصيا على الواتس، خلاص؟ فانتوا ان شاء الله رقم الواتس هيظهر على الشاشه لمن اراد ان يستفهم عن اي شيء، فتوى، لكن رؤيه لا. الناس اللي تبعت رؤى وتقول انت يا شيخ بتنزل ارقامك، لا انا ما بردش على رؤى، انا برد على رؤيه او اثنين في البرنامج اذا كانت متصله بعقيده او بعلاج بالقران، اما ال ال الاسهال اللي على الوصف ده بالرؤى، ده انتوا عايزين واحد نايم معاكم يقوم معاكم بقى. لا مفيش الكلام ده في برنامج تفسير رؤى هنا على القناه، خشوا عليه ان شاء الله. اما هنا ما يخص برنامج الرقيه والدعوه والفتوى، انا عايز اقرب لربنا، انا عاصيه، انا مذنبه، انا مذنب، اعمل ايه؟ اقرب ربنا ازاي؟ افتح مجال مع ربنا ازاي؟ هو ده اللي بعيش معاكم على الوصف. لقيت الامر هيحتاج اتصال شخص بيا، بديك على الوصف الرقم الخاص بتاعي واقول لك كلمني، نعيش مع بعض مع الله، لأن النبي قال كده، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفاء السلام عليكم. أيوه عليكم السلام، ازيك فضيلة الشيخ؟ الله يكرمك ويحفظك. الله يخليك يا فضيلة الشيخ. بص لو سمحت، أنا بقالي 4 شهور متجوزة، ودلوقتي بقالي شهر من نزلت مش عارف يفيدني. فأنا يعني حلمت حلمين كده، حلمت أول الحلم يعني إن أنا في واحد يعني اسمي أيمن، كان عايز يعني يعاشرني، فانا رفضت يعني. فبقول له انك انت تروح لمرتك، هو رد عليه قال لي لا انا مرتي حامل مش هقدر اعمل معاها حاجه. نعم. فانا رحت قرات ايه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، فحسيته زي ما يكون اتكشف كده وبس بعيد مني. وفي مره ثانيه برضه كنت انا وجوزي يعني مع بعض، يعني انت وفاء في الرؤيه الاولانيه قلت له جاي عشرك، قلت له لا روح لمرتك، قالك مراتي حامل، قال لي مراتي حامل. الجماعه المصريين الرؤى بتاعتهم دي رؤى حلوه قوي، يعني شو رؤى واقعيه، يعني قال لك لا انا مش رايح عشان خاطر مراتي حامل، راجل له اعذاره يعني. طيب يا وفاء، ده دلاله على انك انت معاك عشق جن، ده ليس له علاقه بالسحر، وعشق الجن يعني يسبب نزيف المراه، نزيف حاد، ويجعل بقى البقع الزرقاء والخرابيش ووجع اسفل الظهر وسقوط الشعر والكلام ده، علاجه ايه؟ لابد له من رقيه اسمها رقيه تخريج، تعلمناها من النبي في حديث عثمان بن ابي العاص. لازما رقيه التخريج، هتقول اللي بعمل ميه ايه ومش عارف ايه، لازما يا اخواننا من اصابه المس او السحر نعمل له حاجه اسمها رقيه تخريج بابره سكر بالوغز في المكان ده، لانه اقرب ما يكون من ايه حضور الجن بجوار العين اليمنى. ليه اليمنى؟ لأن النبي قال تيمنوا فإن في اليمين بركة، وخروج البركة من اليمين تخرج كل شيء أذى، سبحان الملك، لأن البركة مش بس اللي بمسكها في إيدي، لا البركة في الشفاء، البركة لو ربنا منع عنك شر يبقى دي بركة، لو ربنا منع عنك
اذى، دي بركه من ربنا ليك، باركك ربنا فمنع عنك صرف عنك السوء. فالاخت وفاء ان شاء الله هذا يدل على انك انت محتاجه رقيه تخريج وان شاء الله تحصين، واحنا بنعمل الادوات ديت في عجاله عشان وقت البرنامج انتهى، نعمل رقيه اسمها رقيه ابطال، بنبطل السحر ما جئتم به السحر وان الله سيبطله بادوات القران والسنه، ثم بعد كده بنعمل رقيه تخريج زي ما علمنا النبي في حديث عثمان بن ابي العاص نخرج السحر، اسمها رقيه تخريج، ثم رقيه تحصين اللي هي بنعمل زيت تحصين ومسك تحصين بايات معينه، ثم نتقول ايه؟ نتوكل على الله ونحفظ ربنا في اياتي وفي معاملاتك وفي ادابك وفي اخلاقك وفي صلاتك وفي كل شيء ربنا امرك به، هذا ما امركم به، لان العلاج بالقران مدرسه نبويه لها خطوط عريضه ان ما مشيناش عليها، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الصحراء فتفرق بكم عن سبيله، مش هتوصلك للنجاه ابدا، بل بالعكس هتوكسك وتوقعك في شرابيل اعمال الصحراء فتتخبط يمين ويسار. عودوا إلى الله، جددوا الإيمان، عودوا إلى الرحمن، جددوا إيمانكم. قيل كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. طبعا إحنا معادنا إن شاء الله كل يوم سبت الساعة 8 بسعد بيكم والله العظيم، وكأننا في بيت عيلة بنتشاور في أمور ديننا ودنيانا ونعرف يعني إيه الصح والغلط ونجدد الإيمان مع ربنا. فإلى أن ألقاكم يوم السبت القادم إن شاء الله، أترككم في رعاية الله ومنه وكرمه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.